مساحة بث. الإعلام يوتيوب ما صادق اشبه له بس تقول انت فيلسوف ليش؟ لا خلاص ما ها؟ خلاص ما ارسل ايش تقول يا ولد؟ تبغى تقول شيء بس قلت اسالك شو المقطع على طول ها؟ طيب أنا مرة مستغرب يا أخي ما أدري هو رجع ورا ولا راح قدام هذا مرة الطريق ورا ساتر والله يا بقص بقيس يعني أم اللحسة ايه برحمني يبي اوريك لقطة السندويتش ارسل ارسل خذها مدري وين راح يا اخي
هذه لقطة واضحة، أعطيك إياها من البداية الحين. اوكي فهمت، ما كمل هو قدام، رجع. ليش رجعت؟ ما ندري. وذا الحين طيب اكمل معك اشوف ايش صار. طريقة ترجمة
حلوين حلوين. اذا الحين لازم نذبح هذا. يا تعال دحوم تفرج فيني وانا اموت. انا قاعد اتفرج الحين. ما باقي ما مت انا الحين. الحين اموت تفرج فيني زين. ما اتحرك شيء. لا الحين تحرك. انا تحركت. يلا. المفروض يطلع لي. يلا خلاص اطلع. اوه في واحد هنا. شوف هذه يعني في واحد يبغى يلعب معي. ايش سوى؟ ليش صاير؟ اوه انا دخلت عنده. يلا يلا. لا هذا خوي. حركات في نفس الجنبات. ايه ايه في تقدر تسوي ستان حركات وكذا. حبيبتي هلا هلا بالقمر والله. هلا هلا سيفك رهيب. هلا هلا هلا. خلاص نرجع بس ممكن ترجعوني انه خلاص يعني اتوقع اني ساعدت ما قصرت. ما عاد بيطلع لي خلاص. كرهني يعني انا ام القهر. تكفى اطلع ابغاك. سالفة اللعبة قلتشت الغوه. من وين تروح؟ لا يا اخي في وحش هنا بس ما عيجي. تكفى تكفى تعال اذبح. معاه المشكلة زي التلزمن زمان. تذكر التلزمن؟ ايه كان لازم ليل مثلا. ما في لا ما في ليل ولا نهار.
عندك تغيرهم. المفروض يعني انه يجي. نجلس على هذا القياس. لا تدري كيف؟ لأنها ما تفرق يعني، بس بنسويها يمكن تنفع. والله مرة ظهر انه راحت علي التلز من ذي. يلا الله يعوض. شوف هذه التلزمنز يسموها رينج. اوتم رينج البليد ورينج من عارف ايش ورينج ال ايه. هذا يسوي بوست للمدري ايش واشياء كثير كذا. بس انت تقول لازم يصير دمك فل عشان بعضها وبعضها لا، مو شرط. زي اللي حاطهم ذي مو بلازم اكون فل. قاتلك الله. لا بستعجب من الكلب كلكم ملوك. Yeah, that's shit, right? Oh, mashallah, dam kteer. كم اخذت منك انا؟ والله شكلك غالي. طيب عشان ما تروح فلوس يا موت قهر. لا بروح اطور. ما ادري اظنك يمديها تطورني ذي ولا انت شابك هنا انت. اخس والله شكرا. اوه شوف سيلفر رينج. ما ادري هلا والله. طيب هلا 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 بالله. هلا والله. ايوه ريفن دامج فروم فولينج. طيب يعني اتم هذا غير مفيد.
هذا الحين الله يجعله عافية. الله يجعله. سيفك محلاه يا ابن الكلب، عطني اياه. اوف والله الواحد بلف خطيرين ذولي. اوف يطول سيفه. ما انت برجل مني بس يجي احلى ترويب. يولد الواحد بلف. لارس تايتن اصبر هذا الله هلا لا لا لا
امزح. طيب ما ادري كذا احس انه بدي ارجع مره ثانيه عندي تطويره ثانيه. يلا نكمل شوي. معلش بس خليني اشوف ولو زين. بس اني ما شبطت المنطقة. اوكي هنا هني. سيبي سيبي سما. اوكي اتوقع اني شطرتك. ايش فيك يا اخوي ازعجت انت؟ انتم اقوياء مساكين وضعكم ملك اللوت. شوف شو اللي ينفجر من تحتي ذا. معقول والله بواجه ناس كثير بالشكل ذا. عن أمك لا لا شو ماتش اللي سوالي. Wasn't he?
Prithee, be careful. I don't want to see my work. Ah, tis what neat. Weapon went, but I date so. Prithee, be careful. Huh? Fashion one. وده الحين كيف الطريقة؟ يلا القرية نص القدعانة. أنا ودي أجرب سيفي الجديد. عقابك يكون شديد. انت انا اللي عقابي صار شديد. اتحرشت يا جماعة. مرة ادري مرة طحنوني. شديد يا جل. الكلب قالوا لي شديد يا الكلب. ضربتين والله والله صار سيفي جابر جامد. انا ام القهر صار اذكي والله. السيف اللي معه حلو ابغاه. اظنك لو احرق عليهم فايتات يعني. Thank you.
رأيك في موضوع أبو حمني؟ هل تعتقد أنه أدائي كان بسبب أني تعبت خلاص؟ ما في تركيز؟ ما في تركيز وما أدري فيني. ودي أروح للجريس اللي بعدها صدق، بس هذه الخطوة اللي أبغى أسويها. أروح للجريس. مشكلة ما سكبات ما أحسن. مع أن هنا مزرعة بنت كلب الواحد ثلاثة آلاف. قصدي الثلاثة كلهم بثلاثة آلاف كل واحد بألف. عن أمه يا أخي، مرة دمجة نار، سيفه يوصل بعيد، ملكات عن أمه. تصدق نفس حركات، ها شوف نفس حركات ذاك اللي في الأخير. شكلك سيفون. أوكي والله فيها منها، في منها. لا الاخير شفت ما يسوي ضربه نفس ضربته، بس بغض النظر اختلاف السلاح وكذا. ابو فاست لا في من ميلينيا. لا ميلينيا وهذاك اللي كان يمشي بسرعه تذكره، اللي فجاه كذا ويجي من بعيد ويختفي يطلع. ايه مكس، حتى مليني اشوف نظر المشيه. شوف السيف هذا اللي سيفه طويل ده. شوف ايه المشيه الركضه. من هنا هو سوى سبيد ران ابن كلب القري نص القدعانة قال. ما جاء من هنا. نار هنا، لدينا نار. قدامي ناس. ما يمديني. والله اغسل يدك. يا ساتر. مشكلة ما ادري وين الطريق. ما ادري وين راح، شوف راحت فلوسي كلها هذيك اللي كانت معي. هلا والله شيخ مطاني تحيدني قاعد اذبحكم كلكم يا العنم، ما في رواقه. هذا حقد. انا خلاص تعبت والله. كم الساعة؟ 3؟ لا خلاص ما قصرنا. بكرة ان شاء الله الصبح نقوم مروقين نكمل. النادي سكيب؟ لا عيب عليك، شوي سكيب صغنون. تروح؟ ايه بس يعني ما مو منتظم والله. كويس. بس يبغالي ارجع والله مرة ثانية انتظم عليه. بما انه رجعت امي كذا يبغالي تقضى اكل. الخطة الاسطورية. ايه يسوي لي اكل وكذا وخلاص، توفير مال وتوفير حلال. بكرة نروح ولا بعد صلاة الجمعة؟ ايه يمدي بمر دانوب ولا بشوف. لا 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 لا. طب اسمع بعيد الاشياء اللي تقول عنها مرة بعيدة، يبغالها. طيب اشيك عليها شيك، برسلك اثنين الحين تيك توك. يا. الان برسلها لك الان. شوف
وافتح جوجل.